قبل أبدأ ببداية الحلقة اليوم يعني فارقنا أحد أهم شعراء العراق والوطن العربي هو الراحل مظفر النواب. بعد صراع طويل من المرض اليوم توفى ووافاه الأجل بدبي. نتمنى أنه الرحمة والخلود لشاعر وفارس الكلمة الذي يقول لا تفرح بدمنا لا يلك طاعي صويح من يموت المنجل الإيداعي. بغداد سوف نبكي غدا حينما نلتقي تمتحين تراب 30 عاما من الطرقات وضعف عيوني بمن قد رأيت وقد تسأليني من العشق والأمس ماذا بقي أجيبك صمتين حتى أوارى وتنعب أوجاع قبري بالمطلق.